السلام عليكم اخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. انا بقيتوني في السفاره، عرفت هذه البلاصه فين كاينه. يلا خديت الباسبور اخوت، فيه الفيزا ديال بوتسوانا. طايفنا اخوت على قبل الفيزا، وحق الله الا طايفنا على قبل الفيزا. ولكن تخيل، خطير خطير خطير. يعني الفيزا اللي كنت مخلص انايا فيها 3 شهور، والله ما نكذب عليكم، فيها 3 شهور ملتي فهمتي. يعني خلصت الثمن زايد، خلصت شي 700 نمبيان دولار غير باش ناخذ فيزا اللي فيها 3 شهور باش تبقى مرتاح. سمحوا لي على الصداع. شنو دار دابا هو؟ عطاني فيزا فيها شهر واحد. هاي انايا كتبدا نهار 15 ديسمبر 2023، وكتسالي نهار 14 شهر 1 2024. يعني فيزا ديال بوتسوانا غتسالي، وباقى عندي الفيزا ديال ناميبيا باقا ما سالتش. ترى خطير خطير. تخيل شي توريست فيزا، شي فيزا ديالهم كيديرها عاديه بحال ديال ناميبيا، ديال ناميبيا بحال هكا. ولكن كتبقى هادشي اللي كاين اليوم. شحال في الشهر بعدا خوت؟ اليوم 18 في الشهر، يعني الفيزا ديجا بدات بثلاث ايام، وانا باقي في العاصمه وين اليوم نهار ديال الاثنين. دابا شنو غادي ندير ان شاء الله هاد النهار هذا؟ حيت باقي ما خديتش بيكار لحد الان، باقي ما عنديش بيكار، ما بغيتش نتحرك بلا ما ناخذ بيكار، لان ما حدي في العاصمه. خصني نستغل الوجود ديالي في العاصمه باش ناخذ بيكار ونشري التسيكال اللي باقي خاصني ونكمل الطريق ديالي. دابا اليوم ان شاء الله غنمشي غنشري خيمه، غنشري الريكشو اللي كنت نقول لكم، قلتوا لي خذوا خذوا راه زوين راه زوين. واحد الدري البارح صيفط لي واحد الفيديو، قال لي صيفط لي واحد الفيديو، تحيه ليه، شفتو عبد الله وقيلا. المهم قناة السبعة جاست ويت ا مينيت جاست تو فينيش ذا فيديو. الله يسعدك، ثانك يو سو ماتش. يا صيفط لي هذاك الفيديو كيوريك، كيقول لي هذا الريتشو ده مزيان غير خذو. المهم غادي نمشي ناخذ حتى هو، وغناخذ السيكان وغناخذ بيكالا. جات فيها واحد السيد غادي ناخذ بيكالا ان شاء الله هاد العشية. المهم نحاول ان شاء الله داكشي كامل اللي خاصني ناخذو اليوم الا تيسرات لي الامور غدا في الصباح تا ويند هوك، وغنمشي لبوتسوانا. عندي 300 كيلومتر وكنحاول على حسابي دابا ما عرفتش. المهم غنمشي، المهم ما عرفتش شنو غندير، واش غنمشي ببيكالا واش غنمشي بالترونسبور، ما عرفتش. المهم غنشوف شنو غادي كيفاش غتيسر الامور وباش ما نضيعش الوقت بزاف. دونك هادشي اللي كاين خوت، مرحبا بكم في هاد، مرحبا بكم في الرحلة اللي غادي تنطلق على الثاني ان شاء الله. هذا الخوت سميتو الشارع، سميتو شارع الحرية. هذا هو الشوب رايت، الشوب رايت اللي غنتقدم منه الخيمة، وهاديك الريتشو وهاديك الفورنو. كنت باغي ندير لكم شي جولة ولكن ما صافي ما تيسرات الأمور الخوت. نركزو دابا على داكشي اللي خاصنا نتقداو. بداو الجولة ديالنا ان شاء الله في شي بلاصة وحدة أخرى. أنا دابا دخلت الخوت داخل ديال هذا الشوب رايت، هادي الخيمة. خلونا نشوفو شنو فيها من داخل باش نتأكدو، كيما ناخدها ما نلقى فيها، مابقاش فيها داكشي. هذا غيكون بحال صاحبكم شاكي، ديرو طابية تحت مزيان، بس الطابية ما عنديش انا. ولا شنو هو هذا؟ هذي الخيمة جامدة. شو مكين ال اش كتبيع هاد الخيمة؟ لا هام هام صافي، هو كلشي كاين داخل البلوم ديالها صافي، صافي كلشي فيها هو هذا صافي. في الاول بان ليا غير بلاصه، كنقول او كيفاش هاد البلاصه هادي صافي مزيان. غادي ناخذ الخوت، غادي تخيل معايا شحال الثمن ديالها، شحال ديال 370 ناميبيان دولار، 370 ناميبيان دولار بحال تقول 150 185 درهم. فيها لا طونج، فيها ساكوشاج ولا طابيه ما عرفتش شنو هي، غادي تكون بحال تكون طابيه وفي نفس الوقت ساكوشاج. المهم فيها السجل من الداخل، غنوريها لكم حتى هي تبان فيها السجله، فهمت؟ واحد السجله
تبدل الثقافيه انت بغيتي تكون ديال شي مزيره. هذا الديكور ديال الخيمه، هذه ديك الطابية، هاي شوف الطابية كندون مزيان مزيان مربوح. عندنا 185 درهم خيمة ساكوشة، هذا خايز اصاحبي، الله يرضي البال عندهم راه خايز، الله ما تكونش درجة الحرارة ديالها كتوصل شحال؟ كتوصل 90، هاي الشهادة فيها، هاي فين هنايا شي هاي 90، بنوري لكم شوية شي 90 شاو الدرجة سيليسيوس مزيان. دابا غنزيد داك الريشو ونتوكل على الله. انا خديت اخوت هاد الفرن هذا دير 270 تقريبا 135 درهم باش طيح عليا هذا. هاد العمارات ديالها تقريبا دايرين 40 ناميبيان دولار ولا 20 درهم مغربية. خديت ربعة ديت ربعة، أنا واخد ربعة و تنقول نقدر واش كفاوني ولا ميكفاونيش، مبغيتش نزيد واحد، ندي خمسة، شي واحد يكون عامر، عمرها بحال بحال، صافي دابا هادشي لي خاصني في المعدات المهم. نسيت اخوت واحد واحد البلان، قلت لكم واحد الدري البارح عيط ليا وصور ليا هاد الفرن هذا، فيه واحد كتشوفو هنايا، الفرن هذا ولا حتى شي فيه براد. ديك البراد كيجي فوق من العافينيشه، تنسي عليه واحد الشبكه اللي تقدر تبقى تحط البراد باش يطيب البراد، فهمتي؟ حيت البراد تيكون صغير، حيت الفرن هاد اللعيبه هادي كبيره، دونك خصني ناخد شي شبكه، شي شوايه ولا شي شبكه اللي نقدر نبقى نخدم بها وفي نفس الوقت نستعملها شوايه. جيت دابا من داك السوبر مارشي، جيت قبيله صراحه، يلا تغديت، كما كتشوفوا البوطه هي هادي، فيها واحد السيستم صراحه واعر الخوت، عجبني بزاف بزاف، نوريكم كيفاش داير داك الشيء. شي دابا هادي هادي القرعة ديال الكاز كتخشيها هنايا في هاد البلاصة بحال هكا، شي هاي كتحطها بحال هكا، اسمحوا لي ما كنتش كنصور مزيان كنت كنشوف هنا، كتحطها غير بحال هكا في هاد البلاصة هادي، عندها واحد التقيبة كتحط لها هاد البلاصة في هاد الفتحة هادي اللي كاينة هنايا، شتيها صافي كتسد، دابا راه باقا مزيرة ما والو، باقا بلاصة كتسد بحال هكا، بحال السيستم واعر، كتجي لهاد اللعيبة هادي كتسد. دابا هادي ملي كتورق عليها هاد البوطه ديال الغاز كتدخل عند الداخل، انتما كيفاش كديرها؟ انتما شي هاي تفتحات هاي دخلات، شي سيستم واعر فيها، صافي بلاصتها سد هادي، شوف كيفاش عاد تاني كتشعلها بهاد اللعيبه هادي هنا، فيها بريكه ديالها البوطه شاعله واعر، السيستم رائع عجبني بزاف. بالنسبه للطياب الكاميله ولا شي حاجه هادي زوينه، ولكن بالنسبه للبراد البراد مثلا هذا غاديش يجي شي يجي فوق منها نيشان، يعني ما خدامش للبراد وانما خدامه لشي حاجه اللي كتكون كبيره. دابا غادي ندوزو للخيمه نفتحها نانستاليها ونوريها لكم الخوت. خوت هاي الخيمه مونطيتها، شوف كيفاش كتبان الصراحه، بحال ما عجبتنيش حبسيت علاش، حيتاش اول حاجه ما عندهاش الباش اللي بحال هاد الباش هذا اللي بحال هاد طونت قديمه، هادي اول حاجه. ثاني حاجه هاد سميتو هادو شنو كيسميوهم، جاوني رقاق بزاف مقارنه مع ديال القديمه، شوف القديمه القديمه كيفاش دايرين غلاد كتحس بهم صحاح. ثالث حاجة عاد تاني في المونتاج ديالها عاد دباتني، خشيت لك حتى ما عرفتش كيفاش كنمونطيها، غير جربت خشيت دابا هادو نيشان هنايا باش وقفتها بزز باش وقفتها ماشي ساهلة، و سميتو يعني ثلاثة الحوايج سلبية فيها صراحة. حاجة اللي زوينة هو انها جديدة صافي، يعني كما كتشوفو لا طونط نقية ما فيها لا تقبة ما فيها حتى شي حاجة، حيتاش الاخرى خوت راه بزاف انتما شوفوا غير كيفاش كتبان كاع مكرفسه ومسخه، ولكن صحيحه صحيحه يعني من ناحيه مثلا هادو صحاحين. الحاجه الثانيه فيها الباج، ولكن دابا شنو غندير، الباج نخليه معايا فهمتي، الباج نخليه معايا وهادو غادي نبدا نخدم بهم في هاد لاطونج هادي، حيت الا طاحت عليا الشا
حيت كتشوفو هي منفسة من هنايا، ولكن منفساش عتاني من هنايا، غتكون سخونة مقارنة مع هادي. فصراحة الخوت هاد الماركة ديال هادي كنتي خديتها من ديكانتلو، صراحة ماركة زوين، يعني إلا قارنتي هادي مع هاد لاطونت هادي فرق كبير. هادي دايرة دابا تقريبا مكاملة 200 درهم، وهادي دايرة 400 درهم في ديكانتلو. ولكن الحاجة اللي زوينة عتاني اللي كتجيك مع هادي اللي كتربحها هو هاد هاد الطابية هادي، نتوما كتشوفو الطابية لداخل، شوف كيما وريتها لكم قبيلة طابية. كنعتذر اخوت على التصوير، كنصور غير بالتليفون، كاميرا كاينه غير ما باغيش نصور بها، كتدي الوقت بزاف باش ناخذ الفيديوهات نحطهم في المونتاج التليفون. دونك هذه حاجه اللي زوينه فيها. المهم دابا اخوت حنا نقضيو الغراض، حيت هذه راه متقوبه بزاف، كتدخل ليا شني ولا بالليل غنشوف التقبه، راهي تقوبه اخرى ثاني لهي، وعتيني بالباب كاع متقوبه من هنا، والسلسله ديال خاسره. صافي غادي نخلي لها الباش، غناخذ هاد العصيه هادو نخليهم معايا ونتوكلوا على الله ان شاء الله يا ربي. دابا الخوت دابا كنتسنى ان شاء الله. خوت لقيت واحد الحل بالنسبه لديك اللعيبه اللي قلت لكم ديال الفران هنايا، نقدر نحط البريد بحال هكا. عرفتي شنو درت؟ شديت هاد البوطه القديمه، حيدت لها داك الراس ديالها، هذا شوف كيفاش ولا بالحموم ولا كحل، تحط يدك شويه يدك كيفاش كيولي. هادشي علاش انا بغيت نحيد هاد السيستم ديال البوطا، لان عيا الخوت يقول لي نقيها نقيها، نقيناها الخوت ولات كتخرج الغاز، ولكن باقي دابا هذا الراس هذا وقيلا هو اللي فيه المشكل، هذا هو اللي كيخلي الحموم بحال هكا. المهم دابا انا هذا نخليها، دابا نخليها معايا سكور في حالة ما لقيتش الغازيلا هادي، نقلب على الغازيلا هادي نخدم به، المهم ما نبقاش محنسه. هذا هو علاش صافي كما قلت لكم الخوت، انا حطيت لها المسائل ديالها بحال هكا بحال هكا، العافيه دايزه بحال هكا ولا بحال، المهم بحال هكا بحال هكا، هاهي العافية دايزة، هادي ما والو، ها البريد محطوط، ها العافية شالة، ندير واحد التجربة، كيبان داكشي مزيان، سير، ها البريد كيسخن، وحتى البوطة قوية تحس بديك الغاز، قوي، دابا خصني نتيستي شوف شحال غيدي ليا من، شحال ديال المدة يقدر يدي ليا باش نعرف العبار ديالي وصافي. صافي تا لاطونت بات لي تاهي مزيانة. قال لي محتاج كاع داك الباش اللي قلت لكم الخوت، حيت سديتها دابا وريتكم هذيك التقيبه اللي كاينه الفوق الساعه، لقيت هاد العيبه هادي بحال فيها واحد العلاقات هنا في الجناب، حطيتهم بحال هكا، يعني واخا تقدر طيح الشا ما تفزكش. هذا بلان زوين بلا ما تحتاج لا باش لا والو. دونك هادشي اللي كاين الخوت في هاد الفيديو، بارطاجيت معكم الخيمه والفرن اللي شريت. بيكالا ان شاء الله دير مع مولاها في العشيه، مع الخمسه د العشيه، دابا تقريبا شي جوج ديال النهار وشي حاجه، وباقا الحراره تموت، حراره برو ماكس. فان شاء الله غادي نتسنى حتى توصل الساعه ديال نتلاقى مع داك السيد، نمشي نشوف ديك البيكالا، وغدا ان شاء الله في الصباح غنبارطاجي معكم بيكالا، وغنبارطاجي معكم واحد السيكان ان شاء الله نشريهم الى كتاب، وشري بورت باجاج باش نانستالي فيه السيكان. ان شاء الله نبارطاجي معكم كل شيء باش غدا يكون هو اخر نهار ان شاء الله هنايا، ونهار الاربعاء في الصباح نخرج الطريق. باقي لحد الان ما فكرتش واش غادي نمشي في الترونسبور لواحد المدينه، ومن ديك المدينه كتبقى لك واحد 80 كيلومتر للحدود، هذه الفكره اللي فكرت نهز البيكالا نهز السيكان نهز كل شيء، حيت من هنا لديك المدينه كاينه 200 كيلومتر، ومن ديك المدينه للحدود كاينه 80 كيلومتر، يعني باش نحاول نربح الوقت شويه غنمشي في الترونسبور لديك المدينه، ومن ديك المدينه نشد بيكالا 80 كيلومتر، نقدر ندير فيها واحد النهار ولا نهار ونص، باش نحاول ما امكن نخرج من ناميبيا باسرع وقت، وندخل لبوتسوانا. بوتسوانا ما عنديش فيها بزاف، تقريبا تنظن واحد 500 كيلومتر الى باش نوصل للحدود ديال زيمبابوي. دونك دابا الخوت ما غادي نبقى ندور لا هاك لا هاك، دابا غنبقى غادي نيشان، لان رمضان غادي يكون في شهر 3، وشهر 3 ودابا انا في شهر راس العام، دابا راه مبقى والو، دابا راس العام بقى عندي بوتسوانا زيمبابوي موزمبيق، موزمبيق باغي ندوز لتنزانيا، تنزانيا كينيا اثيوبيا جيبوتي اليمن السعوديه، هذا هو الطراجي اللي كنفكر فيه دابا حاليا. فدعواتكم الخوت بالتيسير وبالتوفيق، شكرا لكم بزاف بزاف. كنفرح الخوت قسما بالله ملي كنشوف لي ميساج ديالكم في انستغرام في لي ميسنجر، راه كنجاوب الدراري كاملين، كنجاوب كلشي كبير صغير، كنفرح الخوت قسما بالله كنشوف الناس كيشجعوني بهذه الطريقه، ف
لي الشرف وحق الله الخوت، ليس لي الشرف. شكرا لكم بزاف، نشوفكم ان شاء الله في فيديو ديال غدا، الى اللقاء.